أعلن القائمون على تطبيق واتساب البدء في تشفير الاتصالات بما يمنح المستخدمين حماية من أي اختراق سواء من جانب الحكومات أو عمليات القرصنة. التطبيق المملوك لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والذي لا يعترف بخصوصية المستخدمين قرر منح مستخدمي درجة كبيرة جدا من الخصوصية بما يضع أجهزة الأمن والأنظمة في موقف حرج، وخاصة بعد المعركة الكبيرة التي نشبت بين شركة أبل ومكتب التحقيقات الفيدرالية. السؤال هنا، إلى أي مدى يمكن الاعتماد على الخاصية الجديدة لضمان الخصوصية والحماية، وكيف يمكن التوفيق بين الخصوصية والأمن؟ لمناقشة ذلك انضم إلينا عبر سكايب من الدوحة المهندس أحمد حسين مهندس اتصالات، ومن إسطنبول عبر الهاتف مصطفى عزب الناشط الحقوقي. بداية أبدأ مع ناشط الحقوقي مصطفى عزب. سيد مصطفى، قبل كل شيء دعني أرحب بك بداية. إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال مع مصطفى عزب، ونحاول استعادة الاتصال بضيفينا عبر سكايب وعبر الهاتف. كما تعلمون الشركة التي تملك واتساب هي شركة فيسبوك، وهذه الشركة من الظاهر أنها لا تعترف كثيرا بالخصوصية فيما يتعلق بمستخدمي موقع التواصل الاجتماعي. نذهب إلى إحدى استطلاعات الرأي التي أجريناها اليوم إلى أن يتم استعادة الاتصال، حيث وجهنا سؤالا لمشاركينا عبر فيسبوك وتويتر، هو رأيكم في إعلان برنامج واتساب تشفير الرسائل الفورية والمكالمات. الآراء كانت 44% يرون أنه أمان تام وخصوصية شديدة، بينما 42% يقولون إن المحادثات ما زالت غير آمنة، فيما غرد 14% آخرين بآراء أخرى قمنا بعرضها طوال فقرة النقاش على شريط التفاعل حرصا على كل الآراء المختلفة. والآن وقد استعدنا ضيفنا سيد أحمد، أهلا بك معنا. مهندس أحمد، هل يمكنك أن تشرح لنا بشيء من التبسيط والتفصيل ما هي الخاصية الجديدة لواتساب، وما هي ضمانات كونها كما تقول الشركة شديدة الخصوصية؟ تمام. طيب، هو بسم الله الرحمن الرحيم، يعني الموضوع بكل بساطة إن الشركة عملت زي تعديل في البرنامج بتاعها بحيث إنها تستخدم تكنولوجيا في التشفير اسمها تكنولوجيا البابليك كي انكريبشن. دي بكل بساطة الهدف منها هو إن أنا بيبقى معايا شفرة معينة، باخد رقم معين، باخد صورة معينة، باخد اسم معين وببعته للشخص اللي قدامي. الشخص اللي قدامي ده بيبقى محتفظ بالبابليك كي، في برايفت كي بيبقى ده مرتبط بالتليفون بتاعي او الابلكيشن اللي موجود عندي. وبكل بساطة بيجي الموبايل بيعمل تشفير للموضوع وبيبعت الرسالة مشفرة للطرف الثاني. الطرف الثاني بالبابليك كي بتاعه يقدر ان هو يعني يفك الشفرة دي. بكل بساطة احنا الموضوع ده يعتبر الى حد ما آمن، لكنه مش مستحيل ان هو يتكسر او مش مستحيل ان اي حد يقدر يخش عليه. بمعنى ان انا ممكن اعترض الرسالة مرة واثنين وثلاثة وأدخلها بعد كده على مجموعة من الأجهزة أو السيرفرات، أقدر أفك الشفرة دي. لكن الميزة في الموضوع ده إن الشفرة دي عشان تتفكها تحتاج وقت طويل جدا، قد يصل إلى سنوات وعشرات السنوات في بعض الأحيان على حسب التكنولوجيا وعلى حسب الأجهزة اللي أنا بستخدمها. الفكرة في طيب سيد أحمد، ابقى معي، سأعود إليك مرة أخرى بعد قليل لمعرفة كيف يمكن تجنب عملية كسر هذه الشفرة أو ما إلى ذلك، إذا كنتم قد وصلتم إلى ذلك أو إذا كنتم لديكم استطاع الوصول إلى ذلك. لكن أذهب بداية إلى مصطفى عزب لكي يكون النقاش على محورين. سيد مصطفى، الحديث عن تشفير المحادثات والحفاظ على الحرية الشخصية يضعنا أمام دائما معضلة الحرية الشخصية والأمن، كيف تتعاملون مع ذلك؟ نحن بشكل واضح جدا نرى أن يعني أن المشكلة في الأجهزة القمعية أنها دائما تسعى لتهكم خصوصية المواطنين،
الحق في الحريه الشخصيه وفي الحياه، يعني وفي الحياه الامنه، هذا حق لكل مواطن في اي دوله تحترم حقوق الانسان. تحميه وسائل التواصل الحديثه وتحميه الانظمه، الانظمه التي تحترم حقوق الانسان تحمي هي بذاتها حقوق الانسان وتحمي حريه الراي والتعبير. لدينا في مصر على سبيل المثال من بين اكثر من 40 الف معتقل، تقريبا 24% من هذه النسبه معتقلون بسبب ابداء ارائهم الشخصيه على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر. اقتحام المحادثات والتنصت على المحادثات ونشرها حتى عبر وسائل الاعلام لبعض الرموز السياسيين، نشر محادثات صوتيه ومسجله او نصوص كتابيه بينهم وبين بعضهم البعض على الاعلام المعارض لتشويههم ولاظهارهم في مظهر مخالف. يعني هذا المشهد المتكرر في الانظمه القمعيه يعكس حجم التدني والفجوه الواسعه بين الانظمه المتحضره والانظمه التي تنتهك حقوق الانسان. الولايات المتحده الامريكيه تقاضي شركه ابل لكي تفك شفره هاتف واحد، والانظمه المصريه يعني دائما في كل القضايا تنتهك الحريه الشخصيه، تنتهك حقوق الانسان، تتصنت على كافه المحادثات وتنتهك حرمه الحياه الخاصه. لكن سيد مصطفى، شركه فيسبوك وهي التي تملك بالاساس تطبيق واتساب هي نفس الشركه التي تقوم بتسليم حسابات مستخدميها ويعني تفاصيلهم الشخصيه وتسمح للحكومات باستخدام هذه المعلومات، الا ترى ان ذلك تناقضا في سلوك الشركه من جانبين؟ الا يمكن ان تكون ما فعلته واتساب هي فقط محاوله لاستعاده مستخدميها الذين كانوا قد عزفوا عن استخدامها وذهبوا الى تطبيقات اخرى اكثر خصوصيه؟ يعني انا اعتقد ذلك بشكل كبير. الشركه تهتم بنسبه كبيره جدا فقط بان تحظى على رضا الحكومات، في الوقت تحظى على رضا المستخدمين. هي في الاخير شركه تجاريه، مبادئها حتى الان ليست المبادئ الاسلاميه التي تحترم حقوق الانسان. انا اتحدث هنا عن سيد مصطفى. نعم، اذا الى ان نستعيد اتصالنا مره اخرى مع سيد مصطفى. الحديث كان عن قيام شركه فيسبوك او الشركه التي تملك تطبيق واتساب بتشفير هذا التطبيق. دعونا نذهب إلى السيد أحمد المهندس لنتعرف على كيف يمكن التأكد من عدم كسر هذه التشفيرات أو عدم كسر هذه الخصوصية. سيد أحمد، كما قلت سابقا أن هذه العملية ليست ليس من المستحيل كسرها أو تجاوز عنها، كيف يمكن التأكد من أن ذلك التطبيق بالفعل بهذا القدر من الأمان التي قالت عنه الشركة؟ يعني خليني اقول لحضرتك ان لا يمكن التحكم بشكل مباشر في امكانيه عدم كسر هذه الشفره لسبب واحد، وهو ان اولا الميزه اللي عملتها الشركه ان هي بتعمل بتجنريت الكي او بتخلق الكي ده او بتخلق الشفره من حاجه اوتوماتيك، محدش من المستخدمين يقدر ان هو يعملها بنفسه. وبالتالي الحاجه الاوتوماتيك دي بتخلي صعب التكهن ان هو يعني هل الشفره دي سهله تتفك او لا. لكن خليني اقول لحضرتك ان الطول بتاع الشفره او الحجم بتاع الشفره والتعقيد بتاعها بيخلي الموضوع صعب يكسر وليس مستحيل. وزي ما قلت لحضرتك ان هو علشان يكسر محتاج ان انا ارصد الرسائل لفتره معينه من الزمن، وبعد كده بحتاج ان انا اخد الرسائل دي احللها بشكل معين باجهزه معينه متواصله مع بعضها بشكل. احيانا بحتاج ان انا اوصل اكتر من 50 او 60 سيرفر، ممكن 500 سيرفر، ممكن اكتر من كده كمان على حسب قوه الشفره علشان خاطر. طيب للاسف سيد احمد نعتذر لرداءه الصوت وننتقل الى ضيفنا مصطفى عدب. مشاهدينا نعتذر جدا عن رداءه الصوت عبر سكايب، ربما يمكننا استعادته بصوت افضل. اعود اليك سيد مصطفى، وكنا نتحدث عن المعادله ما بين الامن والخصوصيه وتحديدا مسألة أن تكون الشركة فقط تفعل ذلك لاعتبارات تجارية، ولكن الحديث يذهب بنا إلى اتجاه آخر. إذا كنا نسعى جاهدين على الحصول على أكبر قدر من الحرية والخصوصية للمستخدمين، كيف يمكن الدفع وراء ذلك في ظل هذه اللحظة التي تشهد كثيرا من التهديدات الأمنية؟ يعني هذه المعادلة تحتاج إلى إرادة من قبل الأنظمة الحاكمة.
هذه المعادلة أيضا تحتاج إلى مسؤولية أخلاقية كبيرة لدى الشركات. علينا جيدا أن نفرق ما بين ما هو ما معنى تهديد الأمن القومي، ما هو التهديد الحقيقي الذي يجعل الشركة يعني تتعامل مع جريمة خطيرة ك يعني انتهاك خصوصية إنسان. هذا الأمر هذه حق مقدس في كافة دساتير العالم، لكن الأنظمة لا تلتزم بهذه الخصوصيات. لضمان أمن الأنظمة يمكن أن تنتهك الأنظمة كما قلت محادثات شخصية وخط تنشرها على الملأ وخط تتسرب إلى كل المواطنين عبر بشكل مشوه بعد اجتزائها من سياقها أو ما إلى ذلك. علينا أن نحدد ما هو معنى الأمن القومي، ما هي المسؤولية القومية التي يمكن أن تحمي المواطنين من خطر استخدام خصوصية مواطن. على الدولة أن تملك أجهزة أمنية محترمة تسعى في جمع تحقيقات جادة وبأدلة موضوعية. يعني أكبر الدول سيد مصطفى، أكبر الدول سيد مصطفى وأقوى الأجهزة الأمنية وهو FBI دخل في معركة كبيرة مع شركة أبل من أجل فك تشفير فقط هاتف واحد. يعني الأمر ليس يعني حكرا أو قصرا على مسألة أن تكون الجهاز الأمني للدولة قوي، هناك دول تحتاج رغم قوة أجهزة الأمنية لفك شفرات الهواتف. كيف يمكن أن نكون ونحن ندفع باتجاه الحفاظ على الحرية أن نكون أيضا نقدم حلولا متعلقة بمسألة ألا يكون الأمن معرض طوال الوقت للانتهاك؟ يعني بشكل أساسي الذي سلكته الإدارة الأمريكية في التعامل مع هذه الواقعة تحديدا هو الحل. الإدارة الأمريكية لم تعذب المواطن حتى يخبرهم عن كلمة سر مثلا، لم تقم بإجبار الشركة أو تهددها بالإغلاق في حال ما رفضت أو امتنعت عن تقديم كيفية تشفير فك تشفير هذه المحادثات، بل قامت الشركة برفع دعوى قضائية أمام قضاء مستقل أو المفترض أن يلتزم بالحياد والاستقلال والنزاهة ليبت في ذلك الأمر. إن بت القضاء وقال أن في هذه المحادثة أن خطر المساس بالحرية الشخصية يتعداه خطر آخر والأمن القومي للعديد من المواطنين، المحكمة في هذه الحالة تقضي بشكل كامل بفك هذا التشفير. لكن التزام الإدارة الأمريكية والتزام السلطات حتى إن كان هذه تمثيلية، لكن هذا المشهد إذن سيد مصطفى أمام هذه نعم سيد مصطفى إذن ما تقوله هو أنه ضرورة الاحتكام للقانون، وأعتقد أن هذا يعني يمكن التأكيد عليه بشكل كبير أن القانون هو الذي يجب أن يكون فيصلا فيما يتعلق بمسألة الحرية في مواجهة معضلات الأمن. شكرا سيد مصطفى، أذهب إلى المهندس أحمد حسين عبر سكايب مرة أخرى، أتمنى أن يكون الصوت هذه المرة بحالة جيدة. مهندس أحمد حسين، كنا نتحدث عن أن الشفرة هذه المرة قوية وأنت تقول أنه يمكن يعني اختراقها ولكن بعد محاولات كثيرة. إذن أنت كمهندس للاتصالات تقول أن ما قامت به شركة واتساب هو بشكل ما قوي. صحيح، هو قوي إلى حد ما لكنه ليس بالقوة المطلوبة، وفي نفس الوقت الموضوع يعني بيحتاج إلى بعض الإمكانيات وبعض العقليات وبعض المحاولات لرصد مجموعة من يعني الرسائل اللي بيتم ارسالها عن طريق المستخدمين. اللي انا بنصح المستخدمين بيه هو ان هم بعد كل فتره يحددوا مثلا فتره كل مثلا 3 ايام او 4 ايام يتوجهوا بحذف رسائلهم من على الواتساب. طيب مهندس احمد، سؤال اخير فقط، هل هذا التطبيق بهذه القوه يعمل على كل الاجهزه اندرويد ايفون سواء جهاز كمبيوتر محمول او كمبيوتر ثابت في مكانه ايباد، كل هذه الاشياء هل نفس القوه على نفس الاجهزه ام ان هناك توصيات بغير ذلك؟ لا 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 لا، هي نفس القوة، نفس الشفرة بتستخدم لكل الأجهزة، لا يوجد جهاز يختلف عن جهاز، لأن الموضوع لا يتعلق بالجهاز بقدر ما يتعلق بالنظام. شكرا جزيلا مهندس أحمد حسين، التطبيق يعمل على كل الأجهزة. بهذا مشاهدينا تكون حلقة الليلة من هاشتاغ قد انتهت. تذكروا دوما أن تراسلونا بقضاياكم وقصصكم على واقع يتغير بهاشتاغ. لكم تحياتي وإلى اللقاء.